اللي شعر بخطوره الفكر ده الفوا مجموعه من المجلدات تحتوي على الايمان المسيحي، طبعا من وجهه نظر اخواتنا البروتستانت، ولكنه الايمان اللي بيناهض اللاهوت الليبرالي ده. الفوها في 12 مجلد، وكان ده سنه 1920. كان الغرض منها انهم يحافظوا على الايمان المسيحي خوفا من انتشار اللاهوت الليبرالي في الكنائس. وللاسف اللي حصل ان اللاهوت فعلا الليبرالي انتشر وبقى على حساب الايمان المسيحي، يعني المحاوله دي ما نجحتش، واللي نجحوا الليبراليين. وابتدينا نشوف بقى نتائج بقى الليبراليه اللي بنشوفه دلوقتي، رسامه المراه، قصه اسقف، الشذوذ الجنسي، وبعض يعني بيقولوا ان في اسقفه اصلا شاذه، وفي زواج المثليين، المثليين ده هيتم جوه الكنيسه رجل برجل وامراه بامراه، بيتم جوه الكنيسه، انكار وصايا الانجيل وانكار تعليم الانجيل، كل ده اللي احنا بنشوفه ده نتاج الليبراليه اللي انتشرت في اوروبا. طيب هل وصلت لمصر؟ ايوه وصلت لمصر من سنين عديده، من كذا سنه. وفي بعض الخدام الغير ارثوذكس بيعلموا ان معجزات السيد المسيح مش معجزات حقيقيه، ان المسيح ما كانش بيشفى امراض، ان المسيح ما بيخرجش شياطين. الكلام ده موجود وفي كتب، بعض كتب استاذ حلمي وفي كتب ثانيه، وحصل واصبر استنى اللي هاجمها الاستاذ حلمي لازم نحيي استاذ حلمي عشان يزعل استاذ حلمي الامس، يعني الحقيقه واقف لهم بالمرصاد، عمل دراسات مهمه جدا جدا. هو استاذ حلمي جايب القصص، انا مش عايز اذكر اسماء. وفي كتب ثانيه عندي برضو الكتب، هنبقى ننشر كل ده لوعاظ بروتستانت بالاسماء، ومنهم للاسف بعض القاده، بعض القاده اللي بنشوفهم دلوقتي متبنيين الفكره وبينادوا بالتعليم دي. تمام، فالفكر ده بقى موجود في مصر. واحد مثلا بيقول ان معجزه السيد المسيح دي لما اخرج الشياطين من المجنون لجيهون، بيقول ده حاجه نفسيه، يعني مش حاجه حقيقيه، يعني الشياطين مفيش، لانهم بينكروا، احنا نسينا نقولها دي في عقائدهم، بينكروا وجود الشيطان والملائكه. الابراهيم بينكروا وجود الشياطين والملائكه، هم بينكروا كل حاجه بصراحه. فالفكر ده بقى موجود في مصر. لسه في حاجه حاصله امبارح كانت نازله على النت، مش عارف بقى اسمح لي سريعا، انتوا عارفين موضوع المثليه منتشر قوي الايام اللي فاتت، ومن كام اسبوع، من حوالي شهرين ثلاثه، كان في قانون في المانيا اسمه الزواج للجميع. الزواج للجميع، راجل براجل وامراه بامراه. والكنيسه الانجليزيه هناك وافقت على القانون ده، وقالت اوكي مفيش مشكله وده حريه وده حق. ففي بعض الخدام البروتستانت في مصر بصراحه رافضين الفكر ده بشده وبيهاجموه. امبارح لسه بالليل حوالي الساعه 12 في بعض الاسس البروتستانت نزل بيان، في حوالي 20 او 25 اسقف، سوري قسيس بروتستانتي وخادم واعظ، بيقولوا بصراحه ان مفيش شراكه بيننا وبين الكنائس اللي في الغرب اللي لا تؤمن بعصمه الكتاب المقدس وبتنادي بالمثليه الجنسيه وبتطعن في الوحي الكتاب المقدس. بيبرروا نفسهم وبيقولوا ان احنا مش عايزين اي معاونات منهم، مش عايزين اي حد من ارساليات من عندهم تيجي تخدم في كنائسنا. دي انتفاضه حاصله جوه الكنيسه، او مش جوه، يعني بعض البروتستانت. طبعا معظم الاسماء اللي مكتوبه مش اسماء شهيره، لكن بعض الخدام اللي حسوا بغير على الكتاب المقدس، وهي خطوه كويسه. بس انا الغرض من النقطه دي نوضح حتى داخل الكنيسه او الكنائس البروتستانتيه في انشقاق وفي توجهات مناهضه لبعضيها، يعني فمش كله موافق، لكن هو الفكر السائد وهو الفكر اللي هيكتشف بعد كده. طبعا زي ما قلنا تسلل اولا الكنائس الغرب، وطبعا وصل للكنيسه البروتستانتيه، وفي تعليم لاهوتي في بعض الكنائس البروتستانتيه ليبرالي. هو اللي بيحصل في ايه؟ ان بعض القدام البروتستانت في مصر بيروحوا بيدرسوا في كنائس سوري في كليات ومعاهد الليبراليه في الغرب، وبياخدوا منح وبييجوا ينادوا بتعليم الكتاب، تعليم ضد الكتاب المقدس. يمكن في قصه انا ذاكرها، كان في كتاب احد القدام البروتستانت نشره اسمه اسئله في العهد القديم، هو عباره عن كوبي بيست من افكار اللاهوت الليبرالي اللي بتطعن في العهد القديم، بتطعن في الكتاب المقدس بشكل عام. الكتاب ده يعني يعتبر من اوائل الكتب المصريه اللي اتكتبت، اول كتاب يكتبه واحد مصري بيطعن في الكتاب المقدس. ده احد نتاج الليبرالي. سادس حاجه، تسلل الفكر الليبرالي بالكنيسه الكاثوليكيه.
يمكن لو جبنا اي كتاب بيفسر العهد القديم او بيتكلم على سفر التكوين وخصوصا للاباء اليسوعيين هنلاقي 90% انا ما عملتش حصر للامانه، بس معظم الكتب هنلاقيها متبنيه فكره ان ادم وحواء اسطوره، ان الشخصيات مش حقيقيه، ان الاسفار ما اتكتبتش في وقتها، لكتب تفسير في كنيسه كاثوليكيه. ده كل ده نتاج اقتناع او اختناق البعض الافكار اللاهوت الليبرالي وازاي وصلت على مدار حوالي 100 سنه. طبعا في البدايه ابتدت تحصل مقاومه للفكر الليبرالي ده، ابتدى يخش عن طريق راهب دومينيكي اسمه ميل جوزيف لاجرانج، يا سيدي ولا لاجرانج. الراهب ده هو من اوائل الناس اللي تبنت الفكر ده في الكنيسه الكاثوليكيه، وتبنى افكار واحد لاهوتي الماني اسمه ليسن، ده ظهر في النص الاول من القرن 18 نعم 1929 ل 1700، هم عاشوا كتير، عاشوا 50 سنه. وده اول يعني ليسن ده فصل، ابتدى يفصل ما بين الدين او الايمان وما بين الكتاب المقدس، وقال ان الدين ينبع من عقل وقلب الانسان ولا توجد حاجه الى كتاب معين، يعني ما فيش، احنا مش محتاجين الكتاب المقدس. صحيح؟ لا اقروها تاني. يقول ايه الراجل ده؟ الدين ينبع من عقل وقلب الانسان ولا توجد حاجه الى ايه؟ الى كتاب معين للامام بالله. الكلام ده بيتسلل لاولادنا. موجود موجود يا سيدنا في كتير بيكتبوا افكار بالشكل ده. احنا خلاص احنا بنتكلم عن كيفيه تسلل اللاهوت الليبرالي للكنيسه الكاثوليكيه صفحه 100. احنا دلوقتي جوه الكنيسه، والراهب ده راهب دومينيكي، واسس الراهب ده ماري جوزيف ده اسس مدرسه اسمها مدرسه اورشليم الكتابيه ومعهد الكتاب المقدس سنه 1907، وابتدى يجمع اللي ليهم نفس توجهه ونفس فكره، وابتدى ينكر الوحي ويستند العقل والاراده فقط، و يعني رفض او ترك التفسير التقليدي للكتاب المقدس. طيب ما بص السؤال هو سيدنا بالنسبه يعني بياكد عليا انا معلش عشان بجري شويه، احنا في صفحه 99 الجزء اللي تحت بيقول اللي هو تحت تسلل الفكر الليبرالي للكنيسه الكاثوليكيه، رابع صفحه بيقول حتى اصبحنا نجد في تفسيرات الكتاب المقدس الرسميه مثل الترجمه اليسوعيه وترجمات اخرى باللغه العربيه خاصه اللي بتنزل من لبنان نجد بيقرا مقدمات فيها نلاقي الكلام ده تسلل اليهم دريانين مش دريانين مش شغلين. لازم هم يراجعوا بدل ما حد عليه اسم الكنيسه يراجعوا ايه اللي مكتوب فيه. سيدنا الترجمه اليسوعيه لازم مطران على الاقل بيدي مقدمه وتصريح اللي هو احنا كنا بنسميه عندنا ترس البركه، فهو بيقول على طبعات زي ما نحن نقول في تعليقات وشروحات ومقدمات فيها الكلام ده. عندنا كتب زي كده. بس انا عايزه كان يكمل السكرين على الاقرب. بس انا بس بنبه ان يبقى في دراسات موجوده، الكتب دي موجوده متاحه ليكم وممكن تلاقيها في المكتبات. بتلاقي فيها فكر الليبرالي بيطعن في الكتاب المقدس في الكتب طالعه من كنايس كبيره. أنا من الثمانينات لما كنت في لبنان المجلة الكاثوليكية وأنا ضيف عندهم في لبنان لقيت المجلة بتهاجم سفر التكوين وبتهاجم وتقول أساطير وتخطيط يعني ده المجلة اللي هي مش عاملينها أفراد من الشعب، مجلة كنسية عرب، فياريت بس تكمل السطرين اللي في الكنيسة.
مثل الترجمة اليسوعية وترجمات أخرى كثيرة باللغة العربية خاصة من لبنان، معظم الكتب دي تبقى في لبنان، نجد بها أفكار اللاهوت الليبرالي من تشكيك وطعم وهجوم ضد الكتاب المقدس، وخصوصا سفر التكوين وخاصة الأصحاحات الأولى من 1 ل11. والموضوع وصل إن الأسفار موسى الخمسة، يعني الموضوع كل مدى بيتطور، ما بيشككوا في الطبعة اليسوعية دي سيدنا، بيشككوا في أسفار موسى وزمن كتابتها والكهنوت، يعني عك كتير جدا يعني. تمام؟ فبس عشان يعني في الوقت يعني طبعا هي مهمة جدا. طبعا احنا مش بنهاجم كنائس، احنا بنعرف تاريخ وقائع وكتب موجودة، ممكن اي حد ينزل الكتاب من عليه، مش هنقول هيشتري، حد بيشتري كتب، الكتب دي متوفرة على الانترنت. انا كنت بنزل كتب من سنين واجرى الكتاب اتخض، ايه ده؟ معقولة في كنيسة بتصدر كلام تهاجم بيه الكتاب المقدس؟ فأي حد من ولادنا معرض إنه يقرأ الكتب دي ويتشكل، فلازم يبقى عندنا إحنا خلفية نقدر نرد نقو وعندنا وعي كافي بالمكتشف. طيب هل الكنيسة الكاثوليكية سادت الفكر ده للأمانة؟ لا، حصلت مقاومة جديدة في الكنيسة الكاثوليكية في بدايات القرن العشرين على بين 2 من البابات، البابا ليون ال13 والبابا بايوس ال10. البابا ليون ال13 ليون أو ليون نفس الاسم، ده جه من سنة 1878 ل 1903، وكان من أهم الذين قوموا هذه الفكرة بقوة، وعمل حاجة مهمة سنة 1893، كتب رسالة بعنوان الله كلي العناية. طبعا ابتدى كان فكر الإبراهيم ده يخش جوه الكنيسة وينتشر على إيد الراهب الدومينيكي في المؤمنة. الرسالة دي احتوت على التنبيه بأضاليل مدرسة النقد الكتابي الأعلى واللاهوت الإبراهيمي، قالها كده بصراحة، التي ترفض الوحي الإلهي المقدس وتعتبر الكتاب المقدس كتابا بشريا مثل اي كتاب، وانكرت المعجزات الالهيه، واعتباره يحتوي على اساطير شعبيه. الكنيسه الكاثوليكيه كانت بتواجه الافكار اللي بيتم تداولها دلوقتي من 100 سنه. وفي الوقت ده قام مجموعه من يعني ممكن نبقى نقراها في الكتاب من الاباء الكاثوليك بكتابه ردود وتفنيد، ومنهم يعني شخص كتب قاموس الكتاب المقدس استغرق كتابته 20 سنه وانتهى سنة 1912. وفي العلامة كورنيلي كتب كتاب يفرد به أفكار مدرسة النقد الكتابي ولاهوت التحرير. جه بعديه البابا بايوس العاشر سنة 1903 1914، برضه قاوم التيار ده بشدة، ابتدى يطلق عليهم الحداثيين، ابتدى يتم إطلاق اسم الحداثيين على المجموعة دي. وكان آخر بابا فعليا يقاوم التيار ده هو البابا بايوس العاشر. بعد بابا بايوس ابتدى يحصل انفتاح بقى على الفكر الليبرالي وعلى التيار العقلاني الجديد، وبدا تاثير الليبراليين يظهر بشده في الكنيسه الكاثوليكيه. وتلخصت رؤيه الحداثيين الجدد داخل الكنيسه في النقط الاتيه: اول حاجه ان يكون هناك توافق بين العلم الحديث والايمان المسيحي والكتاب المقدس، يعني حاول اوفق ما بين النظريات العلميه وما بين الكتاب المقدس. تفسير الكتاب المقدس تفسير نقدي حديث بعيد عن تفاسير الاباء القديمه، ورفض التفسير التقليدي الكنسي له، تحويل الكنيسه لمؤسسه ديمقراطيه منفتحه عن العالم، اعطاء مساحه لمناضلي التيار الليبرالي، وعمل حظر للبحوث اللي بتهاجم الكتاب المقدس. رابع واحد وبرضه ده شخصيه مؤثره، البابا يوحنا 23، وده جه سنة 58 و63. أهمية البابا ده إن في الوقت بتاعه ده بدأت تتبلور عقائد اللاهوت الليبرالي داخل الكنيسة الكاثوليكية، وعمل على انفتاح الكنيسة على العالم كله، وقام بإصدار عدد من الرسائل بغرض التقريب ما بين الكنيسة والكنائس التانية، وهو اللي دعا لعقد المجمع الفاتيكاني التاني. هو ما حضرهوش، هو مات قبل ما ينعقد، لكن هو اللي دعا ليه. وزي ما قلنا انعقد المجمع سنة 64، وكان يعني توفى البابا ده. جه بعديه البابا يوحنا، البابا بولس السادس، وطبعا البابا بولس السادس ده شخصية معروفة سيدنا، ده اللي البابا شنودة سافر في عهده لكنيسة روما ومضوا وثيقة هناك، وده جه بعد البابا يوحنا الثالث. ورغم ان البابا ده كان في البداية معارض لفكرة خلاص غير المؤمنين وتأكيده على ان الخلاص بدم السيد المسيح فقط، لكنه تراجع عن الفكرة دي، ما نعرفش بقى بدروخ اقتناع، ما نعرفش السبب، ونادى بخلاص غير المؤمنين، وزي ما حصل في مجمع الفاتيكان الثاني.
65 65 تم أقر المجمع الفاتيكان الثاني عقيدة خلاص دار المؤمنين وتبرئة اليهود، ونادى بالانفتاح على الأديان الأخرى. نتائج الانفتاح هنشوفها بعد شوية في الممارسات بعد الدمار، خصوصا أديان الشرق الأكثر جزية والهندسية. وبعد كده بنتكلم على المجمع الفاتيكان الثاني، حضروا حوالي 2400 أسقف كاثوليكي وبعض المراقبين. اللي يهمنا فيه انه أقر المجمع الفاتيكان الثاني ده، هو المجمع رقم 21 من مجمع ميكلا، أقر عقيدتين مهمين جدا زي ما قلنا، خلاص غير المؤمنين ان كل الناس ممكن تخلص، وتبرئه اليهود من دم المسيح. طبعا الكنيسه الابطيه في الوقت ده نكتت في الهامش انها اعترضت على تبرئه اليهود والفكر ده، ونادت بتعليم الكتاب المقدس. بعد مجمع الفاتيكان الثاني ابتدى يظهر حاجه اسمها الزواج من غير المؤمنين، يعني اسمحوا لو احنا مسيحيه تتجوز غير مؤمن، او مؤمن يتزوج من غير مسيحيه، وفيما سموه تفسيح البوليسي. رجعوا طبعا للايه اللي بتقولوا اما الاباقون فيقول لهم انا للرب ان كان اخ لو امراه غير مؤمنه وهي ترضى ان تسكن معه فلا يتركها، والمراه التي لها رجل غير مؤمن وهو يبتدي ان يسكن معها فلا تتركها. طبعا بولس الرسول كان بيتكلم في الوقت ده عن ناس امن موجود امن بالناس، حتى واضح امن الطرف امن وطرف لا مش عايز يهد الاسره، فقال له خليك معاه ان شاء الله يامن كمان ورب ولادك في المسيح. فنوع من المشاكل تفسيح ومش تفسيح، لا ده كان واقع ان كانت البيوت مختلطه بقى، جزء امن وجزء ما امنش، مش هنفتت الاسره قال لها معلش استني بكره ان شاء الله تجيب المسيح. هم بعد 1900 سنه من انتشار المسيحية ابتدوا يعيدوا تفسير الآية وابتدوا يبيحوا زواج غير المؤمنين. هو في رسالة بولس الرسول الثانية بقى اللي بعد دي لأهل كورنثوس، هو كان بيتكلم عن اللي متجوزين قبل الإيمان، يعني اثنين يهود مثلا متجوزين، فقال ممكن يستمروا مع بعض وأولادهم مش ناجسين، ويقول لهم إنكم عندكم أولاد في الكلام يعني. ولكن قال إذا الطرف غير المؤمن رفض الوضع ده، إذا أراد أن يفارق فليفارق، ليس الأخ أو الأخت المؤمن مستعبدا في مثل هذه الحالة. يعني هو قال إن الجوازة دي ممكن تستمر، والطرف غير المؤمن إذا ما عجبوش الوضع مش عايز الطرف الثاني يبقى مؤمن في المسيحية، فما فيش ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. يعني دي جوازة ينطبق عليها الشرائع اللي قبل المسيح، اللي هو اللي ممكن يبقى فيه انفصال، ولا ينطبق عليها ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولكن غير بقى في الرسالة الثانية كورنثوس الثانية قال لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي شركة للنور مع الظلم. في النص ده بيقول ما فيش نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، كمان في آخر الإصحاح السابع في رسالة كورنثوس الأولى في آخره في نفس الإصحاح اللي قال فيه إن اللي اتجوزوا قبل الإيمان وممكن يستمروا إذا حبوا يعني يستمروا، جه في آخر الإصحاح قال إن المرأة إذا مات رجلها، ده بقى في المسيحية، فهي حرة أن تتزوج بمن تريد في الرب فقط. يبقى إذن هنا في نفس الإصحاح جه قال إن إذا واحدة جوزها مات يبقى حرة تتجوز لأنها مرتبطة برجلها ما دام رجلها حي، إذا رجلها المسيحي يعني. إذا مات حرة أن تتزوج بمن تريد في الرب فقط، يبقى فين بقى الجواز بغير المؤمنين؟
بس انت بتقول ان مجمع الفاتيكان الثاني هو اللي اقر الزواج بغير المؤمنين. هما انا شفت كتاب في الفاتيكان في روما في الشارع اللي قدام الفاتيكان في قوانين الكاثوليكية، لقيت ان من 400 سنة فاتوا او 300 وكسور كان في تحريم للزواج بغير المؤمنين عندهم، لكن مش المجمع الفاتيكان الثاني هو اللي بدأ التصريح بزواج غير المؤمنين. قبليه. ولذلك لو انا عندي الثلاث اجزاء بتوع المجمع الفاتيكان الثاني بالعربي، بابا شنوده كلمتهم لي عشان افرزهم، وعندي شريم من هناك من روما بالانجليزي مجلد واحد او اثنين جميع المجامع بتاعتهم ومنها المجمع الفاتيكان الثاني جزئين مجلدين كبار. مفيش في قرارات المجمع الفاتيكان الثاني قرار جديد بالزواج بغير المؤمنين، لان ده التفسيح البولوسي عندهم صدر به قرارات قبل المجمع الفاتيكان الثاني، لكن عندهم طبعا التفسيح البولوسي اسمه الباولين بريفليج وموجود في الكتب بتاعتهم. والحقيقه انا لغايه دلوقتي ما جبتش السنه اللي قرروا السماح فيها، لكن انا متاكد انها سابقه المجمع الفاتيكان الثاني. وطبعا المجمع الفاتيكان الثاني لما يقول على خلاص غير المؤمنين بدون ايمان ولا معبوديه، يبقى ضمنا بتحمل معاها ضمنا امكانيه الزواج بيهم. لو واحد هيخلص يبقى ايه اللي طبعا سيدنا عطانا معلومات جديده. هي كمان فكره ان خلاص غير المؤمنين بتطب يعني بتهت الايمان الناس بتبدا يعني كان كرازت قلقنا الرسل بالاستشهاد وكل اللي عملوه ده ملوش اي قيمه ما دام الناس كلها تخلص. طبعا فكره بتهدم الخلاص المسيحي بشكل عام. ده اخر شخصيه هنتكلم فيها شخصيه بابوات روما اللي كان ليها تاثير باللاهوت الليبرالي، بابا يوحنا بولس من سنة 78 ل 2005. كلنا عصرناه وكلنا عصرنا سفرياته انه جه مصر وسافر الاردن وسافر شرق اسيا. والبابا يوحنا بولس كان من اهم بابوات روما في العصر الحديث طبعا، واكثرهم انفتاحا على الاديان الاخرى. كان يعني منفتح جدا وبيقبل اي حاجه. يعتبر ابن مدرسه الحداثه وكان متشعبا بافكار اللاهوت الليبرالي او اهم افكاره يعني. البابا يوحنا بولس كان المسؤول عن التقرير اللاهوتي في المجمع الفاتيكان الثاني، وكتب في سنة 75 كتب كده: العقل البشري في كل الأديان يبحث عن الله، والكارز لابد أن يحترم عمل الروح القدس الذي يهب حيث يشاء في كل الإنسان. يهب حيث يشاء في كل الإنسان، يعني ربنا بيعمل في كل الأديان حتى لو كانت وثنية حتى لو كانت جزئية أي حاجة. سنة 85 بمناسبة مرور 20 سنة على المجمع الفاتيكاني قال: إننا نجد بين أتباع الأديان غير المسيحية منذ آلاف السنين الأديان الوثنية جماعة من الروحيين الذين غالبا ما يتخلون عن كل شيء منذ عهد الشباب ليعتنقوا حالة الفقر والعفة. وممكن يكون هنا بيتكلم على غربان شرق آسيا الجزئيين عن المطلق الكائن وراء المحسوسات، وهم يسعون إلى إدراك حالة من الحرية الكاملة. سنة 27 طبعا الكلام ده خطير جدا وكل سبت عايز نحضر لوحده. في يوم 27 اكتوبر سنة 86 بمناسبة السنة العالمية للسلام عمل حاجة غريبة. صلى البابا يوحنا بولس مع 150 شخص يمثلون 12 تيار ديني مختلف، 12 ديانة مختلفة في مدينة أسيزي اللي هي موقع فرنسيس أسيزي في إيطاليا من أجل السلام. صلى كل واحد حسب عقيدته. واعتبر البابا ان الصلاه التي اشترك فيها كل هؤلاء نابعه من الروح القدس الذي تكلم على كل جميع المؤمنين. انا عندي كتاب المطران ديلافير ومعاه مطران تاني طلعوه ضد بابا روما، ومصورين فيه بابا روما اللي هو انت بتقول عليه ده وكاهنه شيفا
في الهند وهو ماسك الحية النحاسية، هو صليب كده طويل اللي هي زي الحية النحاسية عندنا، ولبس القداس، استاد رايح يصلي القداس، اداته علامة شيفا إله الهند الدايرة اللي زي الحية يعني على جبهته. وفي أسيزي خلى الكهنة البوذيين حطوا تمثال بوذا فوق المذبح الكاثوليكي وأقاموا مكتوبة هنا. أنا بقى عندي صورة الحاجات دي في كتاب، كتاب بحاله عاملينه 2 أساقفة بيقولوا هو ده بابا الثورة ولا بابا المسيحية على يوحنا بولس، وهو كاردينال قبل ما يبقى بابا عمل لا متأسف البابا اللي بعديه في عهده بنديكت، وهو كاردينال مسؤول عن التعليم الحاجات دي، عمل وثيقة اسمها دومنوس يسوس الرب يسوع. الوثيقة دي بيتكلم فيها ويأكد على عقيدة خلاص غير المؤمنين ده بنديكت. فالبابا يوحنا بولس أعلن تأييده لخليفته اللي هو بنديكت اللي كان ساعتها كاردينال، أعلن تأييده لهذه الوثيقة. اجتماع البطاركة بتاع الشرق الأوسط كان البابا شنودة والبطريرك تذكر ربنا يناح نفسهم وتعلق صلواته، والكاثوليكوس أرام الأول ربنا يديله العمر طول عمره، كانوا مجتمعين ورفضوا